تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. وقع انفجار ضخم أمام مبنى الحكومة المؤقتة في مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي السوري، أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار نجم عن انفجار سيارة مفخخة أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بجروح في حصيلة أولية مرشحة للازدياد. قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء إن طهران ستواصل إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا دعما لقوات الأسد. وتقدم إيران الدعم العسكري لقوات الأسد منذ عام 2012 على أقل تقدير، لكنها لم تعلق في بادئ الأمر على دورها علانية، بيد أنه مع زيادة الدعم العسكري وارتفاع عدد الضحايا الإيرانيين أيضا بدأ المسؤولون يتحدثون على نحو أكثر علانية. كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود خطط جديدة لتحرير مزيد من المدن في محافظة نينوى، متحديا داعش أن يحتل مدنا لدقائق على حد تعبيره. وأشار العبادي إلى أن قصف مواقع التنظيم وهجماته جميعها تتم في الصحراء، لافتا إلى أن المدن أصبحت آمنة كليا. قتل اليوم 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف موكبا لقوات أجنبية بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلن مسؤولون من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير ونشر صورة من قال إنه من نفذ الهجوم. قتل 9 جنود ماليين أمس الثلاثاء وأصيب 5 بجروح في هجوم وسط مالي وفق ما أعلنت الحكومة، مشيرة إلى أن الحصيلة مؤقتة، فيما شددت عزمها على مكافحة الإرهاب. وأورد مسؤول محلي أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير آلية للجيش، فيما استولى المهاجمون على آلية أخرى. أكدت السلطات الصينية مصرع 12 شخصا حاصرهم انفجار وقع بنفق للسكك الحديدية تحت الإنشاء في مقاطعة كويتشو جنوب غرب الصين بعد فشل جهود الإنقاذ التي دامت لمدة 14 ساعة سعيا وراء العثور عليهم في النفق المملوء بالغاز. ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، قام أكثر من 2000 رجل من فرق الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي بخفض كثافة أول أكسيد الكربون والغبار للبحث عن العمال المحاصرين. وانتهى أعمال الإنقاذ انتهت صباح اليوم بعد تأكد وفاتهم جميعا. نهاية الموجز، في أمان الله.